التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. طالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس اتحاد الغرف التجارية بسرعة عقد اجتماع استثنائي مع مسؤولي الغرف التجارية وإعلان انخفاض أسعار السلع بما يتوازى مع توافر الدولار وانخفاض سعره. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث أشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي أسهمت في الإفراج عن السلع من الجمارك، مشددا على ضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار. أعلنت مجموعة البنك الدولي عن حزمة تمويلات للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للثلاث سنوات المقبلة، وتشمل الحزمة 3 مليارات دولار كتمويل لمساندة جهود الحكومة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والحماية الاجتماعية ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما تضم الحزمة 3 مليارات دولار لدعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال. أكد وزير الخارجية سامح شكري مواصلة مصر المشاركة في المفاوضات الجارية في قطر من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وأكد خلال مؤتمر صحفي مع المفوض العام لوكالة الأنروا في القاهرة دعم لاستمرار عملها في غزة. وحول الملف السوداني شدد وزير الخارجية على أهمية أن تشمل أي عملية سياسية مستقبلية كافة الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة الداخلية السودانية، موضحا أن تلك العملية يجب أن تتم في إطار مبادئ احترام سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه. أعلن ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور السعودية ومصر هذا الأسبوع لبحث الجهود المبذولة لضمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقال المتحدث إن بلينكن سيجري مباحثات مع القادة السعوديين في جدة الأربعاء قبل أن ينتقل إلى القاهرة الخميس للقاء المسؤولين المصريين. استشهد صباح اليوم 20 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح في غارات جوية شنتها قوات الاحتلال على مدينة رفح ووسط قطاع غزة، واستهدفت الطائرات الإسرائيلية عدة منازل برفح جنوب القطاع مما أدى إلى سقوط 14 شهيدا. هذا وقد استشهد 6 آخرون في ضربة جوية على منزل بمخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة. أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية في رفح الفلسطينية سيؤدي إلى تفاقم الفوضى في قطاع غزة، مشيرا إلى أنهما اتفقا على أن يجتمع وفدان من الجانبين في واشنطن لبحث الأمر. وقال المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة وإسرائيل سيجريان مباحثات شاملة تتعلق بسبل المضي قدما في غزة حيث تشتد أزمة إنسانية بعد 6 أشهر من القتال. أعلن الجيش الأمريكي تدمير 7 صواريخ مضادة للسفن و3 طائرات مسيرة و3 حاويات لتخزين الأسلحة في مناطق يسيطر عليها قوات الحوثي في اليمن. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن أسلحة قوات الحوثي تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في منطقة البحر الأحمر. انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.